تقدم المتظاهرين الى المربع الرئاسي. الى المربع الرئاسي المعتصمين يتقدمون. دار الضيافه تقاطع دار الضيافه نصف الجنوب. يتظاهرون يتزاحمون المنطقة الخضراء باتجاه تقاطع دار الضيافة. كما تشاهدون اقتحام الحاجز الأمني الأول أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أبو علي النجار قلتك ضربني وجهك. حياك الله. هذه دورة الشعب ليس دورة التيار الصدري. ركز.